الجمع بين العمليات، تزودك بي اتش بي بالعديد من العمليات كما تعلمت في درس سابق، لكن ماذا عن العمليات التي تتألف من اتحاد أكثر من عملية؟ مثال: أسند القيمة 4 إلى المتحول x، ثم اكتب العبارة x تساوي x زائدا 4. إن قيمة المتحول x الآن مساوية ل8. بدلا من كتابة هذا الكود، بإمكانك أن تكتب x تساوي 4 x زائد تساوي 4. إن قيمة x أيضا الآن تساوي 8. هناك العديد من العمليات الأخرى، وهي زائد تساوي. إذا قمت بكتابة x زائد تساوي 5، هذا يعني كأنك تكتب x تساوي x زائدا 5. ناقص تساوي، x ناقص تساوي 5 معناها x تساوي x ناقصا 5. قسمة تساوي، x قسمة تساوي 5 معناها x تساوي x مقسوما على 5. ضرب تساوي، x ضرب يساوي 5 معناها x تساوي x ضرب 5. باقي القسمة يساوي، x باقي القسمة يساوي 5 معناها x تساوي باقي قسمة x على 5. وصل تساوي، x وصل تساوي تيست معناها x تساوي x وصل تيست.